ونتابع معاكم أعزائي المستمعين. وكنا نقول عن محتاجين نزيد الوعي، محتاجين نزيد المعرفة، محتاجين نعرف شلون نتعامل ونتعايش مع الأشياء اللي حوالينا. من أول المواد اللي أنا أقترح أنها تكون في المدارس تعلم إلى أي فئة عمرية وإلى أي مرحلة، مادة البيئة وشلون نتعامل مع البيئة. البيئة بكل جوانبها، سواء كانت البيئة البحرية، البيئة الصحراوية أو الجو، شيء مهم أني أنا أتعرف شلون أتعامل مع الأشياء اللي حوالي، شنو أهمية البيئة وليش أنا لازم أتعامل معها صح. هذه حياتي، أنا عايش بهذا الكوكب، الكوكب أو كوكب الأرض مهم بالنسبة لنا بدرجة كبيرة، لدرجة أن إحنا لازم نحافظ عليه. ونسمع وايد شعارات وايد إعلانات إن شلون عن الترشيد وشلون عن الزراعة وشلون أحافظ على بيئتي والنظافة، هذا كله ليش؟ أكيد له أهمية، عشان أنا أستمر أعيش بصحة، أستمر أعيش الحياة الصحيحة الطيبة اللي أنا أحتاجها وأحتاجها حق عيالي بعدي، لازم أحافظ على هذا الكوكب وعلى هذه البيئة. اللي يدعمني بهالموضوع وأحب أقدم لكم اليوم شخص عنده فكرة جدا رائعة قام فيها بروحه. كنت لاحظت بعض الإعلانات ولاحظت بعض الصور اللي أبهرتني في الإنترنت اللي راح أستضيفه اليوم وراح نسمعه معاكم، وهو الأستاذ خالد الكليب. عنده فكرة سماها واحة الكويت، أتمنى أن نسمع الحين ونسمع فكرته وشلون هو يتكلم عن واحة الكويت وشلون فكر في هذه الفكرة ومن متى بدأ وشنو هذه الفكرة بالضبط. ألو. ألو، أهلا وسهلا أخ خالد. يا أهلا وسهلا فيك، حياك الله. الله يحييك يسلمك. الله يسلمك. أتمنى أنك كنت سامعنا قبل دقيقتين وكنا نتكلم شوي بنبذة بسيطة عن البيئة وأهميتها وشلون نتعامل معها. إيه نعم، والله صراحة أول شيء أنا حاب أشكركم على هذه الاستضافة وعلى برنامجكم اللي يقدم ما هو الأفضل لمستمعي الإذاعة. العفو. وإن شاء الله نقدر نقدم رأي أو يكون حافز مثلا. إيه نعم، يكون نعم. حافز للغير بفادة هذا البلد وفادة البيئة إن شاء الله. نعم، قل لنا عن فكرتك واحة الكويت أخ خالد. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، احنا فكرتنا فكرة واحد الكويت تبادرت لدى يعني أشخاص قلة، وهي الفكرة بأن نقوم بتشجير الصحراء في الكويت أو المناطق الصحراوية صح التعبير. ابتدينا فيها من يعني عدة سنوات، قمنا باختيار مناطق عشوائية بالصحراء قريبة من مناطق الشاليهات، ووقع الاختيار على يعني بعض أنواع الأشجار وكنا نزرعها في الصحراء. اكتشفنا من بعد مرور أشهر إلى سنوات بأن في بعض الأشجار يعني أدت مهمتها كما ينبغي على قولتهم، وكانت أشجار مقاومة لعوامل الطبيعة في البلد، ما تحتاج إلى إلى ري كثير، عطت منظر جمالي وأحيت الأرض دار مدارها. بالأخص احنا اللي نركز عليه هي شجرة الصفصاف، لأن شجرة الصفصاف شجرة أولا معمرة، ثانيا هي شجرة ما تحتاج كمية كبيرة من الري، ثالث شيء هي شجرة يعني تحيي الأرض من دار مدارها، يعني تجمع فيها أجلكم الله الحشرات اللي تستوطن البر، كذلك توفر ملجأ للطيور المهاجرة. نحن بالكويت ما عندنا طيور مستوطنة، ولكن الكويت تمثل إحدى المناطق المهمة جدا لهجرة الطيور، وشجرة الصفصاف هي إحدى الأشجار اللي تأوي هذه الطيور. أخ خالد، المجهود اللي قاعد تسوونه هل هو مجهود شخصي ولا عندكم ناس قاعد تدعمكم أو مؤسسات قاعد تدعمكم؟ لا والله احنا في الوقت الحالي يعني احنا نعتبر الوقت الحالي هي مرحلة
التوعية أكثر من هي القيام بمشروع بطريقة خلينا نقول مهنية لأداء هذه المهام. فحاليا احنا لا نستقبل الدعم ولا نتطلع له في الوقت الحالي. كل ما ننشده هو إيجاد وعي لدى الناس بأهمية التشجير وبطرق التشجير البسيطة اللي يشرك فيها الواحد أبنائه، يشرك فيها أصدقائه وأحبابه يعني في عملية التشجير. خالد أنا لاحظت شغلة أنك قاعد تشرك بناتك بهالشيء، شنو تبتنقل لهم؟ شنو الرسالة اللي تبتعلمها بناتك؟ والله أنا عندي بنتين حصل ميرا وعمرهم 7 و5 سنين. نعم الله يسلمك. أنا حرص جدا أن يكونون هم جزء من هذا العمل. أولا لأن موضوع التشجير هو يعني في 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 شك في ظاهرة طبعا هو لإحياء الأرض وإضافة منظر جمالي، ولكن في عمقه هو يولد رابط ما بين الطفل أو ما بين الشخص والطبيعة، وهذه من الشغلات اللي الآن احنا نفتقرها أو شحت. صار ارتباط الأطفال أكثر بوسائل التكنولوجيا سواء من ألعاب الفيديو من التليفونات والكمبيوترات، فافتقدوا إلى 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 أو افتقروا خلينا نقول إلى إلى التواصل مع البيئة. فزراعة الأشجار تنمي فيهم هذا الحس، وبعدين مع مر السنين كأنها تكبر وياهم فيشوفون تقدمها وراح ترسخ عندهم هذا المفهوم اللي إن شاء الله هم يستمرون فيه يعني لأجيال قادمة. هالشي هذا وايد حلو أني أنا أرد الترابط مع البيئة مرة ثانية اللي الناس الحين وايد فقدته. طبعا احنا للأسف بأن في ما قد لاحظناه خاصة في السنوات الأخيرة ان بر الكويت تجرد من الكثير من أحيائه، سواء من الحيوانات او الحشرات او حتى النباتات. في عمري انا يعني كنا في كثير من الأوقات نطلع البر ونشوف على سبيل المثال النوير، أو كنا نشوف الأعشاب والحشائش البرية خلال فترات الربيع. كنا نشوف طيور، أنواع طيور يعني كثيرة، كنا نطلع ونحبل ونصيدها ونشويها. الآن احنا قاعد نشوف في شح في هذه الأمور. طبعا احنا خلينا نقول المدنية كان لها عبء على هذا الأمر من ناحية يعني إمداد طرق بناء مدن جديدة والأمور هذه، لكن يظل حتى احنا كعامل بشري كبشر موجودين في البلد اهملنا هذا الجانب، وكذلك قسينا على 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 البر بالكويت من ناحية إقامة المخيمات بشكل عشوائي، بناء الأرواف، إزالة الطبقات السطحية اللي تحوي بذور هذه النباتات او الحشائش الطبيعية. لذلك نرد هذا التواصل، نرد هذا الاهتمام. بالضبط بالضبط. من المهم جدا يعني ان الواحد يشارك حتى لو بالقليل بإعادة الحياة حق هذه المناطق. جميل جدا خالد. اخوي خالد تقدم لي رسالة اخيرة حق اي انسان متحمس انه يقدم شيء حق هذه الفكرة ويحي يعني ويساعدك ان هالفكرة هذه تكبر. انا والله يعني على اساس ان الخص الموضوع، احنا اللي عندنا فكرة مشروع ونهدف الى التوعية في الوقت الحالي. الجهد اللي احنا ننشده من الناس بان يدخلون على صفحتنا في فيسبوك اسمها كويت اويسز اللي هي واحة الكويت، او يقدرون يروحون حق العنوان www.kuwait-oasis.com. ويشوفون بعض الصور اللي احنا حاطينها، بعض المعلومات المبهرة والحلوة صراحة الحمد لله، بعض الفيديوهات في مقابلة تلفزيونية سابقة كذلك حصلت شرحنا فيها بعض التقنيات والأمور هذه. يتابعون المعلومات اللي احنا قاعد نحطها، راح نحط كذلك أدوار اللي الناس نتقوم فيها على أساس ننشر فكرة هذا الوعي. جميل. أكرر ان احنا ما نطمح حق دعم مادي الآن أو دعم من أي شكل من الأشكال. كل اللي احنا نبي نرسخ هذا الوعي ونبي الناس هي تقوم بدورها، لأن ما في أحلى من واحد أن العمل بإيده هو ويا أبنائه ويا أخوانه ويا أصدقائه وشوف مردودة بعد سنوات. جميل جدا أخ خالد، والله يوفقكم إن شاء الله بهالفكرة، وإن شاء الله راح نشارككم أكيد بإذن الله، وإن شاء الله راح يكون لنا حوار ثاني معاك بخصوص هذا الموضوع إن شاء الله. شاكر لك الاستضافة. شكرا لك أخ خالد. مع السلامة. شكرا لك.